بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم على السريع كده. الماتشات اللي ما فيهاش منتخب عربي هلخصها في دقيقتين ثلاثه، لان الموضوع مش مستاهل. هي الكره ايه غير فرقه بتهاجم وفرقه بتدافع، والفرقه اللي بتهاجم لما بتجيب جون بترجع تحاول تنام عليه. المنتخب المالي حاول ان هو يسجل هدف وربنا كرمه، لعب عرضيه اونانا طلع غلط، وردت الناحيه الثانيه اتلعبت عرضيه اونانا طلع غلط وجت لسنجاري وسجلها في مرمى اونانا. المنتخب المالي رجع دافع، خلاص احنا سجلنا الهدف الاول في المنتخب الكاميروني نرجع ندافع بقى. بيرتون تراوري المهاجم او الجناح بتاع استون فيلا قرر يعمل ادوار دفاعيه، فربنا كرمه اول ما راح يعمل ادوار دفاعيه راح ملبس الفرقه ضربه جزاء. الديفندر جوسيا راح ملبسه ضربه جزاء، دخل فينسنت ابو بكر حطها في المرمى 1-1. المنتخب الكاميروني مكمل، المنتخب الكاميروني بيلعب 3-1-4-2. يعني المنتخب الكاميروني بقياده كونسيساو ما عندوش يامر حميني، داخلين يهاجموا بس، صح؟ اخدين الهجم بس، ما عندهمش اي حاجه تانية. سجلوا الهدف التاني برضو عن طريق ضربه جزاء لفينسنت ابو بكر. نسجل بقى التالت نرجع ندافع، والمنتخب المالي هو اللي ياخد المبادره الهجوميه. امال فين يابا 3-1-4-2 والكلام بتاع الشغل الهجومي ده؟ طب احنا سجلنا جونين بقى نرجع ندافع، مش ناقصه فتره اهي. عندنا مرتدات، عندنا فينسنت ابو بكر، باتريك امبوما بتاعنا ده اللي احنا جايين نحارب بيه لوحده هنا في بطوله الامم الافريقيه دي، ومعاه كمان لعيب زي إيكامبي، ومعاه كمان جويت، ومعاه مالونج، ومعاه نجاملو، ومعاه فاي، اساميهم غريبه والله. مومي نجاملو، مش عارف نجاملو مين، بس مومي نجاملو وفاي هو بيعتمد عليهم مع الهجمات من ناحيه الاطراف، بس هو قرر ان احنا خلاص هنلعب في العمق بقى في الهجمات المرتده. والمنتخب المالي كان عنده فرص خطيره، ليه بقى؟ لان اونانا احنا عارفين ان هو بقى له سنه ما بيلعبش، فاونانا بيعاني. اتشرط عليه شوطه الشوط الاول، اونانا نزل لها تحت، كانوا بيوقع طياره بس الحمد لله صدها، وبعد كده راح مطلع واحده بربته، وبعد كده المنتخب المالي ما كانش ليه اي فرص للتسجيل. المنتخب الكاميروني قدر في واحده في المرتدات ان هو يجيب هدف عن طريق فينسنت ابو بكر، بس طلعت اوف سايد لان المهاجم طلع سابق بسنتي، ودي برده واحده من اكبر المشاكل اللي بنعاني منها لسه في افريقيا حاليا، لان احنا قعدنا حرفيا حوالي 4-5 دقائق بنراجع اللعبه، وفي الاخر مصطفى غربال قال لك اوف سايد. طب ما تجيبوا لنا يا جماعه، طيب الاعاده، ما تجيبوا لنا ريفيو، ما تجيبوا لنا اي حاجه، مفيش، ما قلناش اي حاجه خالص. وبعدها بدات التغييرات من هنا، وبدات التغييرات من هنا، وبدانا نشوف شوبو بواتنج، وبدانا نشوف ان المنتخب الكاميروني لسه مكمل في حته ان هو بيحاول ان هو يدافع، وبيحاول شويه كده 4-5 دقايق ان هو يمسك الكوره يعمل بيهم اي خطوره، او يعمل بيهم شويه راحه بالنسبه لخط دفاعه اللي مفترض ان هو بيستهلك الشوط الثاني، لان المنتخب المالي كان بيهاجم. بس المنتخب الكاميروني بقياده كونسيساو قدروا ان هم يطلعوا بالثلاث نقاط، وقدروا ان هم يحققوا المراد من المباراه، وهي الفوز في المباراه الافتتاحيه، علشان نوجه رساله ان الكاميرون مش جايه تنظم بس، الكاميرون جايه تاخد البطوله. شفتش انت الجرينتا بتاعتهم في النشيد الجمهوري او العلم او النشيد الوطني؟ جرينتا ايطاليا على ابوه. المنتخب الكاميروني يستحق الانتصار، مش قوي، لان المنتخب المالي برضو كان يستحق انه يرجع في النتيجه، بس الكره مش دايما بتدي للناس كلها حقوقها، وانت دايما عزيزي ممكن تدي لحد حقوق، تعمل له لايك، تعمل له سبسكرايب، تنزل تشتمه في الكومنتات، تقول الفيديو كويس، تقول الفيديو مش كويس، تقول اتكلم على العرب بس. بس احنا هنا مش قاعدين نفوت حاجه، احنا قاعدين نهبط في اي حاجه. لو عجبك الهبد اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك.